السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتعلم مع بعض كيفية التعامل مع تطبيق المايند ماب ميمو، وأهم التطبيقات لإنشاء الخرائط الذهنية. يتم فتح التطبيق من خلال الضغط على أيقونة جميع التطبيقات الموجودة على الشاشة الرئيسية للهاتف، ثم الضغط على أيقونة المايند ماب ميمو، ثم الضغط على نيو مايند ماب لإنشاء خريطة ذهنية جديدة. يتم إدخال عنوان الخريطة الذهنية في تايتل أوف نيو مايند ماب، وليكن أشكال سطح الأرض. ثم الضغط أوكي. يبقى أنا عندي الخريطة الذهنية اللي أنا هقوم بإنشائها اسمها أشكال سطح الأرض. هضغط على أشكال سطح الأرض مع السحب، وأدخل أول نوع من أنواع أشكال سطح الأرض وهو الجبال. هكتب في أد أنيو نود الجبال، ثم الضغط اوكي. انا عندي الجبال نوعين، جبال التوائية وجبال انكسارية. هضغط على الجبال مع السحب، ادخل اول نوع من انواع الجبال واكتب في اد انيو نود انكسارية. واضغط على الجبال مع السحب، وادخل تاني نوع من انواع الجبال وهو الجبال الالتوائية. ثم الضغط اوكي. هضغط على انكسارية مع السحب، وادخل مثال لها. هكتب في اد انيو نود جبال البحر الاحمر. ثم الضغط اوكي. واضغط على التوائية مع السحب، واكتب في اد انيو نود جبال الاطلس. ثم الضغط اوكي. يعني شكل من اشكال سطح الارض وهو السهول. هكتب في اد انيو نود السهول، ثم الضغط اوكي. انا عندي السهول نوعين، سهول ساحلية. هكتب في اد انيو نود ساحلية، ثم الضغط اوكي. واضغط على السهول مع السحب، واكتب في اد انيو نود فيضية. هضغط على ساحلية مع السحب، وهعطي مثال لها زي سهول البحر المتوسط. هضغط على فيضية مع السحب، وهعطي مثال لها وليكن سهول نهر النيل. ثالث شكل من أشكال سطح الأرض وهو الهضاب. هكتب في اد انيو نود الهضاب، مثال للهضاب هضبة الشطوط بالكثير. ثم الضغط اوكي. يبقى أنا كده أنشأت خريطة ذهنية بعنوان أشكال سطح الأرض. عايزة اغير شكل نود معينة، او عايزة احذفها، او عايزة اعملها قط او كوبي او بيست، بضغط عليها تظهر لي قائمة edit، بختار اوبشن تظهر لي قائمة select اوبشن. ممكن اختار delete، حذف النود او قط او كوبي او بيست او change color او change icon. اضغط على change color، هختار لون جرين. تم تغيير لون النود، هضغط عليها هتظهر لي قائمة edit. هختار اوبشن، هضغط delete لحذف النود، ثم الضغط اوكي. كده تم حذف النود. عايز احفظ التطبيق، مجرد الرجوع من البرنامج يتم حذف الخريطة. هضغط على open mind map لفتحها. اشكال سطح الارض ضغطت عليها، ظهرت الخريطة الذهنية اللي انا قمت بانشائها.